هجومي ما زال مستمر من قبل نادي السد في هذا اللقاء. بغداد 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 بنجاح عنوان الفلاح، عنوان الهدف الأول وعنوان نجاح أيضا لنادي السد. التقدم عبر نتيجة المباراة براسية بغداد، الثورة الهجومية، التقدم للأمام، الزحف الهجومي المتواصل من أجل الوصول للهدف الأول. الدقيقة 16 تبصم على الهدف الأول، لكن بعرضية مين؟ بعرضية أكرم، إن لم يكن مسجلا فهو وراء الهدف، هو وراء الكرة. شوف الركلة الركنية وين 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 المتابعة. بغداد 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 القائم الثاني لاعبين من نادي السد وراسية بغداد، سكنت المرمى المهاجم القناص اللي يعرف طريق الشباك. نعم وإن غاب عن التهديف من خلال الفترة القليلة الماضية، لكن يظل بغداد قناص. بغداد هدف الثاني هو يعني الأريحية، هدف ثاني إرسال الأمان والاطمئنان. باولو سيلفا عدى عدى باولو، ما زال عدى باولو، سدد باولو، جميلة من باولو، رائعة من باولو. باولو سيلفا يسجل الهدف الثاني، يجعل الزعيم في المقدمة. هدف ثاني يعني الاطمئنان، هدف ثاني يعني الأريحية، هدف ثاني يعني الزعيم بكل قوة يضرب من خلال هذا اللقاء. باولو باولو سيلفا يسجل الهدف الثاني بعد مرور من الناحية اليسرى. شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، لكن عينك على التمريرة الجميلة جدا من بوعلام، لمسة من باولو، عدى باولو في الأولى، باولو والثانية، باولو سدد في الثالثة لكرة قوية على مرمى لؤي شريف عاشور تسكن مرمى نادي المرخية. والهدف الثالث لنادي السد، هدف ثالث لنادي السد أو هدف ثاني، نعم هدف ثاني يأتي من خلال أحداث هذا اللقاء. التقدم عبر نتيجة المباراة. أكرم عفيف بالنسبة للأطراف أيضا نفس الكلام، عرضية موجودة، الثالث 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 الثالث، هذه المرة من اللاعب الشاب، هذه المرة من المتألق، هذه المرة من اللي تطور مستواه بشكل كبير، عبد الله بدر اليزيدي. نعم من الناحية اليمنى هو كأساسي مع وسام رزق، يسجل لكرة بالراس، نزعة هجومية، إمكانيات موجودة وحتى دفاعية، وإمكانيات موجودة دفاعيا. عبد الله بدر اليزيدي يسجل الثالث. شوف اللعبة لبلاتا، السهل السلس الممتنع والممتع من خلال هذا اللقاء من لاعبي السد. تناقلوا الكرات كيف ما يحبوا، لعبوا عرضية كيف ما يريدوا، وصلوا كرة بالراس على عبد الله، راس عبد الله بدر اليزيدي في مرمى المرخية. وثلاثية ثلاثية سداوية، ما أروعها من ثلاثية عبر مجريات هذا اللقاء. السد نور ضاوي في ملعب السد عبد الله بن خليفة في هذه المواجهة، والسد من أجل فرحة جماهير بتحقيق هذا اللقب، والسد من عدم التراجع. شاهدوا هذه اللقطة، شاهدوا هذه اللقطة، تابعوا هذه اللقطة، تابع هذه اللقطة، تابع هذه الكرة، تابع هذه التسديد. إدريس فتوحي، الأمل الأخير انبقى للمرخية هو بقدم إدريس فتوحي، بلعبة جميلة من إدريس فتوحي. تابع اللقطة وصور اللقطة وشوف اللقطة، إدريس فتوحي اللاعب الوحيد المهدد الخطير من قبل المرخية على مرمى نادي السد، ضرب كرة في غاية الروعة، ضرب كرة في غاية المتعة والجمال. الله على إدريس، الله على لعبة إدريس وعلى تسديدة إدريس وعلى وضعية فتوحي في الزاوية 90 يا مشعل، جيبها من 90 يا مشعل. نعم هدف لحفظ ماء الوجه، لكن واحد جديد في كرة عن طريق محمد نبي سار. إدريس فتوحي، إدريس فتوحي، إدريس يلعب كرة لنوفا المانيسا للصفاق المرخية، الصفاق المرخية، الصفاق المرخية، صح المرخية، عاد من جديد المرخية لتسجيل الثنائية الثلاثة مقابل اثنين. المرخية يقلص الفارق لهدفين نوفا المانيسا. لماذا لم يأتي العمل منذ الشوط الأول؟ لماذا لم يكن هذا الأداء من قبل لاعبي المرخية؟ تهاون لاعبين السد وتراجعهم، نعم في هذه المواجهة يجعل عودة المرخية ربما ممكنة ومتوقعة. بانيس يا بانيس، عدى وسدد نوفل، حط في زاوية بعيدة على مشعل، سجل الهدف الثاني للمرخية. هيا بنا للعودة من جديد لنتيجة المباراة، هيا بنا لنسيان الماضي.